النقد دائما يلكم، الاعمال متكرره، الادوار دائما قاعد نشوفها قاعد تنعاد، هذا العمل مو قاعد يعكس صوره المجتمع الكويتي، قاعد تشوهون صوره مجتمعنا ويا ويلكم من الله. صح، تبي الصراحه؟ صح صح كلامك. ضعف من الكتاب، هذا الشيء ضعف من الكتاب، واغلبهم ترى مو كويتيين. ما شاء الله الممثلات كلهم قاموا يتشابهون، الملامح ثابته، ما قمنا نفرق بين هذه وهذه الا عن طريق الصوت. كل هذا من عمليات تجميل، ايش اللي صاير؟ انا اقول لك ايش اللي صاير، اسوي لك دعايه بس مقابل انك تعطيني شيء، يعني شيء يعني فلوس طبعا ماده، واخرب وجهي. فعلا صاروا قاموا الحين الكل، انا اقول مو الكل، البعض صار اوفر اوفر، اللي قاعد يسوونه حيل اوفر بوجههم، حرام. وتيك حرام بالبدايه جميله، قول رتوش على قولتهم كبدايه، عرفت؟ بس بعدها لما يصير الطمع زياده، انزين خلاص تطمع، فعشان كذي تزيد وتشوه وياها، حرام. وكلهم صاروا يتشابهون بعض فعلا. حتى المكياج صار بشكل مبالغ فيه، واحده توا قاعده من النوم مكياج بشيء مو طبيعي، رايحه الجمعيه لبس كأنها رايحه عرس، يعني هذه الاشياء على كثر ما ننتقد ما في احد قاعد يسمع. فعلا صح كلامك. اول شيء راح اقول هذا مو غلط الفنانة نفسها، أوكي الفنانة غلطانة، بس المخرج العتب على المخرج، إنه عادي راضي بالوضع، إنه قاعد يصور فنانة توا قاعدة من النوم فول ميك اب، هو بإمكانه إنه يقول فلانة روحي غيري، روحي طلعي من غير ميك اب، بس في فنانات لا يقولوا لك لا والله ما نطلع من غير ميك اب. ضعف من المخرج، شنو كلمتها هي اللي تمشي؟ لا أنا شغلي أوكي أدي شغلي، لكن هم أنا أحترم رأي المخرج، المخرج هو اللي يخليني، هو اللي يطلعني بصورة حلوة، مو أنا أي آمر عليه. محمد أنا متأكد من هذا اللقاء وايد ناس راح يقولون منو بشاير حسين؟ الخلل وين؟ اللي لايحي في ناس مو عارفينك، مع أن عندك أكثر من 6 أعمال. الخلل مني أنا محمد، أني ما اخترت أدوار زينة، وأرد أقول لك بسبب المادة، طمعت بالمادة أدوار ما في، وهم كنت أختار حلقات طويلة بس ما في دور، ما في حدا، وهذا كان غلط مني أنا، لأنه ما كان في أحد موجهني قبل. دام يبتي طاري المادة، وايد ممثلين يقولون مثلنا تعبنا لكن ما عطونا أجرنا، هذا العقد فيه تزوير، اشتكينا على هذا المنتج، هذا المخرج، دائما مشاكل مادة موجودة في الأعمال الدرامية. أنا صارت معي كل ممثلين صارت وياهم. ليش؟ أنا أقول لك يمكن سوري يكون الغباء من الممثل، يعني ما لعبها بشطارة، ما لعبها بذكاء، إنه والله أنا حقي محفوظ من البداية. كانت مبكتي؟ أنا مبكتي قاعد أقول لك، وبالعكس كل تراقب تعلمه الحين الواحد يعرف شلون يتصرف بعدين معاهم، عرفت؟ في السوشيال ميديا أي مشهور ياخذ مشهورة أو العكس اقدر اقول لهم مبروك عليكم الزواج، مبروك عليكم النجاح. هل لان الجمهور يعني كميه كبيره من الجمهور مراهق مثلا اللي يعطيهم شو ويتابعهم، ولا شو السبب؟ ويعطيهم شو، لان من اللي طلع الفنان؟ سواء كان فنان ولا مو فنان، الحين بالساحه إيه؟ سوي روحك مينون تنجح. بشاير في البعض راح يقول تبين تشتهرين اخذي واحد مشهور مغني ممثل، حطي حياتك في السوشيال ميديا، راح تثبتين روحك وراح يجيلك دور وايد قوي في اكبر عمل درامي. لا ماني مينونه، انا اقوم اشهر حياتي الشخصيه بيني وبين زوجي حق الناس. في حمله صار عليها انتقادات، واليوم وايد ناس يحبون يسمعون وجهه نظر الممثل عموما. احجابي به تحلو حياتي. يا انتقاد على هذه الحمله. ليش انتقاد؟ بالعكس هذا فخر. حرام، ليش يعني انتقاد؟ هذا فخر حق اي وحده برا، يعني يمكن الله الهادي، يمكن الله باكر تعجبت شلون. ما في انتقاد، بالعكس انا مو معاهم بالشيء هذا. بيقول لك واحد من الجمهور او واحده من الجمهور كان تحجبت. عندي رد. شنو ردت؟ ردي والله الله الهادي اتحجب، بس هذا شيء حلو، ما تنتقد هالشيء انت. انا ممثل مبدع. اجباري مثلا اذا ابي امثل في احد الاعمال الدراميه اتلزق في هذا المنتج، في هذا المخرج، او في هذا الفنان الكبير، اجبار اني اتلزق فيهم. انا اعرف شلون افرض احترامي
الشخص اللي قدامي. في كل مجال مشاكل، بالرياضة، بالسياسة، لكن تمثيل مشاكله بالعلن هذا يفضح مرته، هذا يطق هالممثل، يطلع فضايح هالممثلة. ليش عندكم أنت وكل واحد يطلع سلبيات الثاني؟ نقص ثقافة محمد، نقص ثقافة ونقص تربية.